يبدو أن الاحتلال الصهيوني في وضع حرج بعد اقتحامه وتوغل قوته في جنين ومخيمها وقتله 6 فلسطينيين وجرحه العشرات قبل انسحابه على وقع رصاص المقاومين من أبناء المدينة. توغل ما مر عليه سوى ساعات قليلة حتى جاء الرد بعملية فلسطينية قرب مستوطنة علي الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين. عملية جعلت الاحتلال يعيش حالة من الرعب من عمليات مماثلة في العمق الإسرائيلي، ما دفع قائد هيئة أركان جيش الاحتلال هيرتسي هيليفي إلى الإعاز بتعزيز قوات الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية واستدعاء قوات إضافية ليبدأ جنود الاحتلال بالانتشار على عدة محاور وفي عدة مناطق، وسط انقسام بالرأي بشأن الشروع في عملية عسكرية واسعة أو الاعتماد على خطط أخرى. وترى أوساط داخل الاحتلال أن عملية عسكرية في الضفة الغربية ستقود إلى تهدئة مؤقتة في صفوف اليمين الإسرائيلي المتطرف، لكن الأجهزة الأمنية تفضل عملية محدودة حتى ولو سوقتها للجمهور على أنها عملية واسعة من خلال إطلاق اسم حارس الأسوار 2 عليها بعد عامين من عملية حارس الأسوار 1 التي أطلقتها في غزة. الاحتلال إذن في حالة من الخوف والتردد حول كيفية التعامل مع تصاعد الوضع الأمني في الآونة الأخيرة، خصوصاً وأن حكومته تحت ضغط اليمين المتطرف، وفي المقابل بات في مواجهة مقاومة أفراد وليس منظمات أو كتائب. حسب أوساط داخل الاحتلال ترى أن مزيج الظروف الحالية من حكومة يمينية متطرفة تعتمد على المستوطنين، إضافة إلى نظام فاشل وضعيف للسلطة الفلسطينية لا سيما شمال الضفة الغربية، لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار.